السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا جدا جدا، وبإذن الله في الفيديو ده النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم على عشبة عظيمة جدا. هذه العشبة بفضل الله إذا بخرت بها على باب منزلك أوعدك إن شاء الله برزق ومال وخير كثير جدا سينزل على حياتك، وأوعدك أيضا إن شاء الله بأن الطاقة الإيجابية ستملأ منزلك، وأن الطاقة السلبية، يعني لو كان في منزلك طاقة سلبية، بإذن الله هذه الطاقة السلبية ستزال نهائيا. فالفايدة اللي هنتكلم عنها النهاردة دي يا جماعة يعتبر من أهم الفوائد اللي نزلت على القناة، لأن الفايدة دي مش هتفيد الشخص اللي هيعملها بس، ولكن هتفيد كل أهل المنزل. يعني إيه؟ يعني مثلا لو انت اب عندك ابناء، عندك اولاد، او انت شخص عندك عيلتك في المنزل، الفايده اللي هتعملها دي مش هتفيدك لوحدك، ولكن هتفيد كل من في المنزل، لان هي هتحل البركه على المنزل وهتطرد كل الطاقات السلبيه. وطبعا اي حد متابعني من بدايه الفيديوهات اللي بعملها يعني عرف ان انا قلت مرارا وتكرارا ان الطاقه السلبيه هي السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي احنا بنواجهها، لان زي ما قلنا احنا مكونين من جزئين، جسد وروح. فبالتالي الفايده اللي هنتكلم عليها النهارده مهمه جدا 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 فوق ما تتوقعوا، وباذن الله هذه الفائده هتفيدك في ثلاث امور. يعني انا جمعت لكم الفوائد او الثمرات او الحاجات اللي هتعود عليك بالفايده. عملت الفايده زي ما انا قلت لك بالظبط، جمعتها لكم في ثلاث جمل، والثلاث فوائد او الثلاث جمل اللي انا جمعت فيهم الفايده هي الزوال والجلب والنصره. تاني، الزوال والجلب والنصرة. الزوال يعني ايه يا عبد الله؟ ان الفايدة دي لو عملتها وبخرت بالعشبة دي منزلي هتفيدني في الزوال. الزوال يعني هتزل لك اولا النحوسات، والنحوسات دي ناس كتيرة جدا بتواجهها. يعني ايه نحوسات يا عبد الله؟ يعني مثلا بتواجه ان انت كل ما تخش في امر تلاقيه تعطل، كل ما تخش في جوازة تلاقيها تعطلت، فتاة كل ما يتقدم لها حد الدنيا بتاعتها تتعصب بسبب التابعة. انا مثلا كل ما اجي احاول احقق احلامي او احاول اشتغل الاقي الدنيا صعبة معايا ومش معايا فلوس. انا شخص بشتغل كتير بس مش معايا فلوس، وبلاقي اللي بيجتهد اقل مني معاه، ده بيبقى نوع من النحوسات. والعكوسات يعني هتزلك برضو العكوسات. زوال الاصابات الروحية، يعني لو كنت بتعاني من الطاقة السلبية او بتعاني من الحسد او بتعاني من المس او بتعاني من اي شيء بيعكر صفو حياتك، الفايدة ده تفيدك ايضا في زوال هذا السحر وزوال هذا الحسد. والكلام اللي انا بقول لكم ده مؤكد 100%. والجلب يعني جلب الرزق وجلب المال وجلب الحظ السعيد وجلب الطاقة الايجابية الى منزلك. وايضا من الفوائد اللي هتفيدك فيها الفايدة دي ايضا هي النصرة. يعني ايه يا عبد الله هتفيدني الفايدة دي في النصرة؟ يعني النصرة على المشاكل، النصرة على الأعداء، النصرة على الأزمات. طبعا هبدأ على طول في ذكر الفايدة، بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل والفايدة بالتفصيل، أتمنى لو كنت جديد في القناة تضغط على زر اللايك وتكتب لي تعليق جميل كده، ونبدأ على طول يا حبايبي في ذكر التفاصيل والفايدة. طبعا يا أحبابي الفايدة بإذن الله الشرط الأساسي في الفايدة اللي أنا هقولها لكم دي إن أنت تبقى طاهر الثياب والبدن وتعملها في أي يوم من الأيام. يعني يجوز إن أنت تعمل الفايدة دي في أي يوم، ولكن الشرط الاساسي ان انت تبقى في جوف الليل. يعني مثلا لو هتعمل فايده النهارده لازم لما تيجي تعملها تبقى في جوف الليل. فهتيجي باذن الله في جوف الليل وهتجيب العشبه، والعشبه اللي هنتكلم عليها النهارده باذن الله هي عشبه اللبان الذكر. العشبه اللي هنتكلم عليها هي عشبه اللبان الذكر، هذه العشبه العظيمه المعجزه اللي انا اتكلمت عليها كتير جدا، واتكلمت عن فوائد وثمرات هذه العشبه، وكيف ان هذه العشبه اذا بخرت بها باب منزلك لن يقرب من هذا المنزل طاقات سلبية أو أرواح خبيثة أو غير ذلك من الأمور اللي بتعكر حياة البني آدم. لأن يا جماعة في ناس ممكن توصل إن هي تعمل حاجة في نفسها بسبب الطاقة السلبية اللي مالية المنزل. فبالتالي لو أنت عايز الطاقة السلبية دي تزال نهائيا من حياتك فعليك بهذه العشبة وعليك بهذه الفائدة. وطبعا احنا مش هنستخدم العشبة لوحديها، احنا هنستخدم معاها آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم وبعض سور القرآن الكريم نستخدمها مع هذه العشبة. طيب نعمل ايه بالظبط يا عبد الله؟ كل اللي هطلبه منك باذن الله ان اي يوم من الايام وهتبقى في جوف الليل وهتبقى جالس متوجه للقبلة، قبل ما تمسك العشبة خالص، يعني قبل ما تمسك العشبة نهائيا، هتبقى قاعد ومتوجه للقبلة. واول حاجة بفضل الله هتقوم بفعلها تقوم بقراءة آية الكرسي 21 مرة بالعدد قبل ما تمسك العشبة. يعني قبل حتى ما تستخدم العشبة كل اللي طالبه منك في اول خطوة في الفايدة ان انت هتقوم بقراءة آية الكرسي 21 مرة بالعدد، لأن الآية دي
هي اللي هتفيدك في الزوال، يعني هي اللي هتفيدك في زوال النحوسات والعكوسات والسحر والحسد والمس. بس لازم الشخص، ودي مهمة، لازم الشخص اللي يقوم بتبخير هذه العشبة هو اللي يقرأ الحاجات دي، يعني تقرأ الآيات دي. لازم يعني لازم الشخص اللي هيبخر المنزل هو اللي يقوم بقراءة هذه الآيات. يبقى إذن هتقوم بقراءة آية الكرسي 21 مرة قبل ما تبخر وقبل ما تعمل أي حاجة. دي الخطوة الأولى في فعل الفايدة، زي ما قلت لكم بتعمل في يوم واحد ويجوز أي يوم. بعد ما تعمل الخطوة الأولى في الفايدة هنيجي لتاني خطوة في الفايدة، وهي أنك بإذن الله تقوم بقراءة سورة الزلزلة 7 مرات بالعدد، ودي خاصة بزوال السحر والحسد والمس من المنزل. بتزلزل كل مارد وكل شيطان موجود في المنزل مهما كانت قوته. يبقى تاني خطوة في الفايدة، وطبعا سر رقم 7 مع سورة الزلزلة خصوصا يعرفها كل شخص بيعالج بالقرآن، بس شخص معالج فعلا، مش شخص بياخد من الناس فلوس ويقول لهم بعالجكم، لا، شخص معالج فعلا. يبقى اذا سورة الزلزلة 7 مرات، دي تاني خطوة في الفايدة. يبقى خلينا متفقين في البداية، هنقوم بقراءة آية الكرسي 21 مرة، بعد كده سورة الزلزال 7 مرات، والقراءة يبقى صوتك بتسمعه بنفسك، يعني صوتك مسموع لنفسك زي ما أنا بتكلم كده، ما تقرأش في سرك. بعد ما تطبق الخطوتين الأولانيين هنيجي لتالت خطوة في الفايدة بإذن الله، وهي أنت بإذن الله هتقول يا رزاق يا رزاق، اسم الله تعالى الرزاق، هتقول يا رزاق 112 مرة، يا رزاق 112 مرة. بعد كده انت كده خلصت الخطوات بتاعة القراءة وانت قاعد ومتوجه للقبلة ومربع رجليك ومتوجه للقبلة. بعد كده هتأتي بالعشبة اللي هي عشبة اللبان الذكر، هتجيب العشبة دي، وطبعا انا مش عارف اللي بيتفرج عليها من دولة ايه، انا عارف اغلب الناس من الجزائر الحبيبة ودولة المغرب ودولة تونس ومصر طبعا ام الدنيا اللي هي دولتي، فعلى حسب انا مش عارف هل هي في كل الدول اسمها لبان ذكر ولا لا، بس هي اسمها اللبان الذكر. هتجيب العشبة دي وهتجيب فحم وهتيجي عند باب المنزل، ده بعد ما تقرأ الحاجات اللي قلتها لك، وهتقوم بتبخير باب منزلك، يعني هتقوم بتبخير باب المنزل بالعشبة، وهتجيب قدر قليل، يعني مش شرط تتبخر بكتير، لا، يكفي فقط قدر قليل من اللبان الزقر، وتقوم بتبخير المنزل. طيب أبخر باب المنزل من الداخل ولا من الخارج يا عبد الله؟ لا، الأفضل تبخر باب المنزل من الداخل، يعني ده الأفضل، تقوم بتبخير باب المنزل من الداخل. في شرط مهم جدا وانت بتبخر باب المنزل لازم تعمله، هو ان انت وانت بتقوم بالتبخير لازم تقول البسملة، يعني وانت بتبخر كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانت ماسك المبخرة وبتبخر باللبان الزخر. طيب المدة اللي بخر بيها قد ايه؟ والله المدة اللي تبخر بيها باب منزلك ممكن عندك من 2 لـ3 دقايق، يعني ممكن تقعد 2 دقيقة بتبخر او 3 دقايق وما تزودش عن 3 دقايق عادي، بس لازم وانت بتبخر باب المنزل تقعد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ده افضل. بكده يكون الفايده خلصت، وبكده يكون الفيديو خلص. وعلى فكره كل التفاصيل بتاعه الفايده زي ما احنا متعودين على طول يا احبابي انا ذاكرها لكم في صندوق الوصف عشان يعني الدنيا تبقى سهله معاكم، وطبعا اتمنى لو استفدتم من الفيديو يا ريت كده يعني تدعوا لي دعوه حلوه كده في التعليقات بالتوفيق، تدعوا لي بالصلاح الحال زي ما انا بدعي لكم كده. اسال الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.